سلام، اليوم حنكتبوا وضعية عن المخترع بالقاسم حبة، اللي هي وضعية مقترحة بشدة لتلاميذ في السنة الرابعة الثالثة متوسط بلوتو للفصل الثاني، سواء في الفروض ولا في الاختبارات. أولا أعرفكم بهذا البروفيسور اللي هو عالم جزائري مخترع في مجال الإلكترونيات، يعني مجال التكنولوجي. ولد سنة 1957 في واتسوف، و تحصل على شهادة بكالوريا سنة 1974، بعدها زاول دراسته في جامعة باب زوار بالجزائر وفي جامعة أمريكية، وقرأ فيها عدة تخصصات يعني فيزياء، علوم المادة وأيضا الطاقة الشمسية، كما عمل في عدة شركات عالمية كمخترع، وتحصل على عدة جوائز قيمة كأفضل مخترع في المجال التكنولوجي. نبدأ بالوضعية ديالنا. بروفيسور بالقاسم حبايز الجيريان ساينتست ان الكترونيكس، هو جزائري عالم في مجال الالكترونيات اي المجال التكنولوجي. He was born in 1957 in واتسوف. زاد في عام 1957 في مدينة واتسوف الجزائرية. He obtained her baccalaureate degree in 1974. تحصل على شهادة البكالوريا سنة 1974، يعني هو درس في ابتدائية متوسطة وكذلك ثانوية في نفس المدينة، يعني في نفس مسقط رأس مدينة مسقط رأسه اللي هي واتسوف. Then he joined the University of Houari Boumedine in Algiers. بعدها انضم لجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر في باب الزوار، اللي قرأ فيها الفيزياء وتحصل فيها على شهادة دراسات معمقة في الفيزياء. He studied in deep physics and he studied at Stanford University in USA. قرأ في جامعة ستانفورد الأمريكية في كاليفورنيا.
He obtained a master's degree in physics and in material sciences, and after that a PhD in solar energy. So, da magister في الفيزياء وفي science de matière, علوم المادة. بعدها تحصل على دكتورة في مجال الطاقة الشمسية. The professor has joined many international companies. يعني هذا البروفيسور التحق بالعديد من الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا والاختراعات التكنولوجية الحديثة. The professor has joined many international companies as the Japanese company NAC and was among the best inventors in technology field.